كابتن اسامه، يمكن لما سالتكم من الشوط قبل بدايه المباراه، بدايه الشوط الاولاني، على التشكيل، قلت التشكيل مناسب. طيب، اذا البدايه كانت جيده في التشكيل من مستر موسيماني. الشوط الثاني اتغير محمد مجدي قفشه، بالرغم من انه ما كانش في افضل حالاته، ولكن بتغيير محمد مجدي قفشه مع سوء ارضيه الملعب تغير اسلوب لعب النادي الاهلي الكرات الطوليه العاليه، وده مش اسلوب النادي الاهلي. احنا قلنا النادي الاهلي بيعمل موضوع التدوير ده لعدد الماتشات الكبيره اللي بيحصل. صحيح. هو عمل 5 تغييرات النهارده كبدايه الشكل كويس، ولكن الواقع الشوط الاولاني انه في لعيبه كتير ما كانتش في الحاله الكويسه بتاعتها. يعني احنا قلنا يمكن اكتر واحد بيجري وبيحاول وكده هو ديانج. ماشي. معظم الناس علي معلول، ميكسوني وبرستاو، حتى قفشه، عمرو السوليه، يعني لحد ما، بس مش برضو ايمن اشرف كان في حاله وتوقعنا تغييره وفعلا نزل ياسر ظبط الحته اللي ورا شويه. شريف ما بتوصلوش الكره خالص، ده الشوط الاولاني، لكن هو شكل الفرقه اللي نزلت كان كويس، لكن اداء فعليا في الشوط كان ما كانش كويس. المصري كان اسرع، المصري كان اقوى، المصري كان عنده اصرار اكتر، المصري كان مسيطر على وسط الملعب اكتر، وانا قلت لك الخماسي اللي في نص الملعب المصري كان مسيطر اكتر، فريد شوقي وعمرو موسى وجريندو في الطرف الشمال وحسن علي في الطرف اليمين، وجلاصي كان من وراهم 14، وعمرو مرعي عاملين كميات جارية عاليه كتير جدا واضحه عن لعيبه النادي الاهلي في الشوط الاولاني. فقلنا لازم هيحصل تغييرات، تغييره ايمن اشرف نزل ياسر، وكنا كلنا شايفين انه ايمن، طبعا ايمن لعيب كبير ولكن واضح انه كان تعبان بتمرير خاطئ، واضح انه في حاجه يعني، فنزل ياسر ظبطها. هو مستر موسيماني فضل انه ينزل حسام حسن، هي رؤيه ووجهه نظر، لكن انا حتى لو كان حسام حسن ينزل ما كانش قفشه اللي يطلع، ممكن ميكسوني، ممكن برستاو، بس هو ميكسوني اكتر، لانك انت على وجود قفشه في الملعب، لانك انت هو مجدي قفشه ما كانش في حالته، بس انت كان متاخد منك نص الملعب الشوط الاولاني، انت كنت عايز تبقى ماسك نص الملعب، ممكن مجدي يتحسن الشوط الثاني، ممكن يعرف يلعب الفراوده، ممكن بيعرف يسيطر على الكوره في نص الملعب. انت اللي حصل بنزولة حسام حسن، انت بقيت فاصل الاربعه اللي قدام عن عمرو السوليه ومعلول، ولذلك انت ابتديت عمرو السوليه وديانج، ولذلك انت ابتديت من بدايه الشوط بنزول حسام حسن بقيت تلجا للكرات الطويله لشريف وحسام وواحد يزحلق عشان حد يعني يعمل خطوره داخل ال 18، لانك ما كنتش بتوصل بسهوله، مش اسلوب لعب النادي الاهلي، بدري كمان قوي. انت ممكن تلجا لدي، ممكن في اخر 3 4 دقائق اقول لك دقيقتين، ممكن تلجا لكام كره طويله عشان خلاص الوقت، لكن من بدري قوي كده. فده كان الشكل اللي في معظم اداء النادي الاهلي الشوط الثاني، انك بتلعب كور طويله من الخلف، سواء من ياسر، سواء من عبد المنعم، سواء احيانا ديانج، حتى كان ما بقاش يقفل على بتوع نص الملعب قوي، كان بيرجع للثلث الاخير ويلجا انه يعمل كرات طويله. طيب، ايه الحلول اللي كان من وجهه نظرك الشوط الثاني مستر موسيماني ممكن يلجا لها؟ ما انا قلت لك حاجتين. ماشي. من وجهه نظري انت قلت وجود قفشه، قفشه ما كانش يطلع، اللي كان يطلع ميكسوني وينزل ماشي حسام حسن، احنا قلنا احمد عبد القادر او حسين على اساس يعني خفيه الحركه وكده، لكن ماشي حسام حسن، بس ما كانش قفشه يطلع. ايوه، عشان ما يبقاش كل اللعب طويل طويل طويل، احنا لجانا للطويل كتير جدا. مظبوط. دي جزئيه. الحاجه الثانيه تاخيره نزول احمد عبد القادر وحسين الشحات. احمد عبد القادر نازل في الدقيقه 88 وحسين الشحات نازل في الدقيقه 70، رغم حاله ميكسوني وبيرسي ده ما كانتش جيده. أيوة. ما كانتش جيده، طولنا يعني طالت فيها، يعني احمد عبد القادر نازل على اخر 10 دقائق او 12 دقيقه ماشي، بس كان ممكن يبقى في وقت اطول يعني. احمد حتى لما نزل مش هقول ان كان كويس، بس حسيت ان في بقت حركه ناحيه الشمال، خاصه ان معلول كان ابتدى يتعب قوي، فيعني احمد عبد القادر شايل عنه الحته دي شويه، بس كان الوقت ضيق بالنسبه له، ما لحقش قوي كويس. رغم ان جاب كورنر، مش عارف عمل كرات عرضيه، بس مش في الحاله كويسه قوي لانه الوقت ما اسعفوش. فالتلات نقط دولت اعتقد انه فرقوا معانا مع الحاله اللي كان فيها لعيبه المصري من حيث الاصرار ومش عايز اقول كلمه القتال في الكوره، بس يعني
الروح العاليه لغايه اخر الماتش، سواء من جريندو في الشمال، سواء من حسن علي في اليمين ناحيه معلول، سواء من الباكين كريم العراقي وشديد وشديد بعد كده اتغير ونزل شوشه، سواء حتى من الناس اللي نزلت زي عنتر واحمد، كميات الجري كانت كتيره 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 طوال الماتش. انا حتى قلت انه ممكن يقعوا، مش هيقدروا يكملوا. وانت كسبان النادي الاهلي 1-0 وقافل نص ملعبك كويس ومقرب الخطوط من بعض وبتلعب بروح عاليه قدام النادي الاهلي، هيحصل المنظر ده؟ ما هو طبيعي. ما انا قلت لك انت لجأت لايه؟ ما انا قلت لك انت لجأت، هم مسيطرين على نص الملعب وانت شلت واحد من نص الملعب وزودت المهاجمين، بقيت فاصل نص الملعب والمهاجمين، حتى الكره الثانيه كتير قوي تقع في نص الملعب، تحس الملعب بقى واسع على عمرو السوليه وديانج، تنزل لهم هم فيعملوا هجمه مرتده عن طريق جريندو، عن طريق ناحيه الشمال ناحيه حسن علي ناحيه اليمين قبل ما يتغير، فكانت الخطوره جايه من هنا. فاللي انا اقصده انك انت دي التغييره دي، يعني رغم بقول لك الحاله اللي ما كانش فيها قفشه ما كانش كويس فيها، بس كان ممكن يطلع متاخر شويه اخر ربع ساعه مثلا لو ما عملش حاجه، او اخر 20 دقيقه، بس كان لازم يستمر. فدي نقطه مهمه مع الروح العاليه اللي هم لعبوا بيها، مع عدم التوفيق بقى كمان في الكورتين الاخرانيين. سوليه وسوليه شاطها حلو جدا، جدا يمكن احلى كره في المباراه صراحه احمد مسعود اتعامل بيها، حتى ما كانش شايفها، جابها بصعوبه بالزبط. جدا مزبوط. والكره الثانيه اللي في الدقيقه 95 بتاعت ياسر الكورنر وحطها بدماغه حلوه جدا، كانت ممكن تيجي جول. هم دول الكورتين اللي تحس فيهم فعلا بخطوره حقيقيه للنادي الاهلي الشوط الثاني. وفي برضو كره يمكن قبلهم في الدقيقه 68 اللي هي اتزحلقت من حسام حسن ويمكن محمد شريف ما عملش فيها. فالحمد يعني الحمد لله، وفي ماتشات بتيجي كده هارد لك على على الهزيمه، يعني ما يعني ده الدوري لسه طويل وياما بيحصل لنا، يعني كلنا مرينا بالظروف دي. صحيح. لكن ان شاء الله نتدارك الموقف بسرعه ونستعد كويس لمباراه الرجاء باذن الله. طيب.